أهلا بكم. احتفل محرك البحث الشهير جوجل اليوم بالذكرى 57 لميلاد ستيف أروين عالم الأحياء الذي عرف ببرنامجه صائد التماسيح، ويحمل الجنسية الأسترالية، وولد في 22 فبراير 1962 في مدينة فيكتوريا وتوفي في 4 سبتمبر 2006. واستبدلت شركة التكنولوجيا العملاقة جوجل بواجهتها الرئيسية بعرض من الرسوم الكرتونية التوضيحية خلال اصطياده تمساحا على متن قاربه برفقة زوجته وأولاده، كما كان له شهرة كبيرة من خلال دفاعه عن البيئة والجرأة الغريبة خلال اصطياده للحيوانات الخطيرة، كما أن إنشاء حديقة خاصة في أمريكا قام بإنشاء حديقة خاصة في أمريكا وعرف برنامجه الشهير صائد التماسيح وقدم أفلاما سينمائية. وتوفي ستيف إثر تعرضه للدغة من قبل سمكة سامة غرزت شوكتها في صدره أثناء تصوير فيلم وثائقي حيث كان يغوص في الشعب المرجانية أو الشعب المرجانية لتصوير أحد الأفلام الوثائقية في أحد المياه الضحلة.